across the world. مادام داير فيها داير فيها واعر فهمتيني شو كيتخزز شو كيتخزز ما كتخزز صاحبي ما كتخزز علينا صاحبي اخويا باقي هلا دخلنا ما كنخدمش We'll be right back.
الدراري ثاني لونطريمون ديال السيده اللي هو لونطريمون الصراحه داز مجهد او غادي نعطيكم ليه خويا اليوم كان صوت بزاف ما قدرتش نهز 16 كيلو 16 الله راه عايده صاحبي انا مش كنكون فاش كنخدم في الاول مزيان ما كيقدرش ما كيش تهز البوا بزاف صح بزاف اخويا تعدى علينا حيت الصراحه انا البوا فيبل ديالي عندي هو الصدر والكوش ديالي وما شديت غير لونطريمون شكل خدمنا به لاكسون ديال الصدر ماشي لاماس ديال الصدر وانما الجناب ديالو الوسط ديالو باش كومسا المهم شوف فيكم يمكن كنبغي نجرب بغي يعمر لاكسون ديال الصدر يعني الجنب والوسط وكذا يدير هاد الورقه في التريننغ راه في الفيديو كلشي واضح ومن بعد غنشرح لكم مزيان بالضبط كيفاش طبقوا هاد لي زيكزيرسيس هادي راه كامل عليا اخا صاحبي راه داكشي اللي عندي عندي هاد الكيسات داكشي اللي عندك هذا لا كلشي غيمشي كلشي غيمشي اه تبع الدراري غتشوفوا ها هو شوف قال لي راه غادي يبدا الدايت والكارديو راه بدينا انا وياه صاحبي واش بدا المهم بدا دابا معايا شحال دابا تقريبا شي اكثر من سيمانه وفريمون موتيفي باش يسيشي وانا معاه اصلا انا في السيشي يعني غيبقى غير كنموتيفيو بعضياتنا انا مش هادو ملي كنتريني ولكن عمرني ما ترينيش شي اونتريم ديال فهمتش ديال التنشاف ولكن ديما شنترينيش الصراحه هذا راه عنده اكسبيرونس قديمه وقيلا كاع قدم مني انا في البلاصه ولكن ما عمرو نشف يعني الاكسبيرونس التنشاف ما عندوش شوف لاماط هاي كاينه الدراري شوفوا كاينه شي بركه راه تيبان لكم هذا كبر مني هذا مسخوت الوالدين هذا تيقول لي راه خطات بعد راه تيبان لكم هذا هو كبر مني ولكن دابا غادي نجرو باش يسيشي الموتيفاسيون كاينه لحقاش غنبقاو نترينيو اونصومبل كارديو اونصومبل الماكله ما عندناش فيها مشكل دونك هذا هو الدراري تما نشوفو بيس واش دابا بقا تسناو فيك انت ولا كيفاش؟ هو هذا شرب بروتين غنتفرجوا فيك ونتسناو مازال كاين الروز هادو الدجاج مقلي الدجاج ملاح هذاك ديال هادو ها كاين شي ما وركوت هو هذا ولكن الصاط انا فارعك في القص بيتي كالوريز فيت كالوريز في البروتين في كلشي جوج حبات كنت في الدار كان انا الصراحه هذا يلاه شفت هاد الفروبا مرابع دوش قصيت الماء ديالي جوني كنفكر في الموضوع اللي بغيت ندوي عليه اليوم واحد الموضوع اللي غادي يكون مهم بزاف وبزاف ديال الناس كيحتاجوا ليه خصوصا لي ديبيتون حنا في المغرب بنادم ما كيبغيش يقلب ولا ما كيبغيش يشوف كيفاش يحل المشكل ديالو يعني كيبغي بنادم يجي عنده يعطيه الحل هو ما مستعدش يقلب ويبحث ويدير مجهود باش يلقى الحل ديال المشكل ديالو حنا في الدومين هذا بنادم بلي فار ما كيعرفش كيفاش يصاوب مثلا الدايت ديالو مثلا شي واحد اللي بغى ينشف ولا بغى يمصي ما كيعرفش كيفاش انا اليوم غادي نوريكم واحد الطريقه باش تحسبوا الماكروات ديالكم يعني كيفاش تعرف الحاجيات ديال الجسم ديالك في النهار من ناحيه البروتين ومن ناحيه الدهون ومن ناحيه الكاربس تبعوا معايا مزيان شنو غنقول في هذا الفيديو هذه تبعوا معايا مزيان الحوايج اللي غادي نشرح في هذا الفيديو هذه وانا كنوعدكم بانكم ما غاديش يكون عندكم مشكل باش تحسبوا الحاجيات ديالكم في النهار دونك الدراري نصحكم جيو معكم ورقه وستيلو حيت هذا الفيديو هذه بغيت نحطها في ورقه وستيلو باش تتبعوا معايا مزيان وتفهموا معايا مزيان شي حوايج غتقيدوا دي فورمولا غتقيدوا شي حوايج اللي من بعد الفيديو ولا تبعوا معايا مع الفيديو وغتقدروا تحسبوا الحاجيات ديالكم بطريقه مضبوطه ومفهومه وواضحه باش دابا اي واحد كيتفرج فيا دابا غادي يصاوب البروغرام ديالو راسو ديال الماكله يعني غتعرف شحال خصك ديال البروتين بالضبط شحال خصك ديال الكاربز بالضبط وشحال خصك ديال الفات بالضبط دونك الدراري ورقه وستيلو ويلا نتلاحوا الخدمه المهم دابا غادي نبداو الفيديو كما شرحت لكم غنوريكم في هذا الفيديو هادي انا حاولت نبسط الماكسيموم يعني كل واحد فيكم اللي كان بغى ينشف اول حاجه غادي نبداو بها هما الماكروات
يعني خصكم تعرفوا كيفاش غنحددوا البروتين ديالنا، كيفاش غنحددوا الفات ديالنا. اول حاجه غنبداو غنكتب لكم في الورقه هذه باش تبعوا معايا. شوفوا جيبوا ورقه وستيلو وقيدوا هذا الشيء باش تعرفوا اشنو خصكم ديروا. اول حاجه غنبداو بها هي المينتينونس، يعني المينتينونس ديالكم خصنا نعرفوا شحال كيخصكم في النهار باش ما تزيدوا ما تنقصوا، يعني شحال الكور ديالكم خصو من السعره الحراريه باش ما يزيد وما ينقص يبقى هو هو. ثاني حاجه خص نلقاو البروتين ديالنا والفات. ما كنبداوش بالكاربس هو الاول، ديما كنبداو بالبروتين كنبداو بالفات عاد من بعد نتلقاو الكاربس. راه غنشرح لكم كل شيء كل واحد في هادو دابا غنقيدهم هنا غير باش تعرفوا لي ايطاب اللي عندنا. من بعد غير كل ايطاب في هادو غادي نبقاو نمشيو ليها بشويه باش نفهموا اشنو غادي يوقع. دونك الحاجه الرابعه هي كل سيمانه خصنا نبقاو نتعبروا. علاش كنتعبروا؟ حيت الى البوا كيهبط مثلا يعني كنشفوا راه تيخصنا نبدلوا هادشي كامل، يعني ما غنبقاوش حنا تنشفوا وكناكلوا نفس الكميه ديال الكاربز والبروتين والفات، يعني خصنا نبدلوا كلشي حيت الريجيم انا كنتبدل حنا كنشفوا مثلا والريجيم حتى هو كيتبدل. وكل سيمانه هنايا كنتشيكيو. خامس حاجه هي اننا تنبدلو، يعني فاش كنتعبروا كل سيمانه تيخصنا نبدلو هاد الريجيم كامل، كنقصوا داكشي اللي خصو يتنقص كنزيدوا داكشي اللي خصو يتزاد. دونك الدراري حاولوا تقيدوا هادو باي لغه مثلا كترتاحوا ليها كتفهموها باش تعقلوا على الخمسه ديال الحوايج حيت مهمين. هادو هما الخطوات الكبار اون جينيرال. دابا غندوزو لكل خطوه وغنشرحوها مزيان. دابا غنبداو بالمينتينونس، يعني خصنا نفهموا من كيفاش غنبداو، تبعوا معايا مزيان. دونك انا هنايا في المينتينونس غادي نحاول نعطي في المثال هو راسي انايا. انا مثلا غندير سميتي هنايا وغندير البو ديالي، المهم الطول ديالي هو متر و 83، البو ديالي حاليا دابا 68، و شحال فيا ديال النسبه ديال الدهون تقريبا 10%، المهم حتى 9%، يعني هذا انا. دابا البلي بار فيكم غادي يعرفوا شحال فيهم في الطول شحال فيهم في البول، كيما غاديش يعرفوا شحال فيهم النسبه ديال الفات. راه غنوريكم في الديسكريبسيون واحد التصويره كتبين لكم بزاف ديال الانواع ديال الناس ديال الرجال كيفاش كيبانوا، وكنتوما شوفوا شكون اللي كيشبه لكم. راه هاد القاد اللي كيشبه لك كتلقى حداه واحد النوع ديال البورتونداج تقريبا، غير باش تفهم راسك انت فين. مي الا بغيتي تعبر راسك 100% راه كاينين طرق باش كنعبروا راسنا 100%، بحال الدكتور سكان هو الاحسن واحد فيهم، وكاين الكاليبرز، المهم الى اخره. هادشي بلا ما نصدعوا راسنا به. دابا نمشيو هنايا باش نحسبوا كيفاش خدامه القضيه. دونك نبداو هنايا في الوسط، هادي هي المينتينونس، هذا هو السيش، وهادي هي بريز دو ماس. دونك اول حاجه كنبداو بها الدراري كما كتفهموا هاد الخط هذا كيعني باننا السيش، هذا كيعني المينتينونس يعني البو ديالي ما كنزيد فيه ما كنقص، هذا كيعني بريز دو ماس. الهدف ديالنا حنايا اليوم غندويو على السيش. الى عجبتكم الطريقه باش غادي نشرح هاد الفيديو هادي نقدر نصاوب لكم حتى ديال بريز دو ماس، يعني على حسب بريفيرونس. دابا غندير ديال السيش حيت انا دابا حاليا في السيش الصيف هذا بزاف ديال الدراري كيبغيو دابا ينشفوا، وكاين اللي ما تيعرفش. انا نختصر عليكم في هاد الفيديو هادي باش تعلموا راسكم. دونك اول حاجه كنبداو بها هي الفورمول باش كنحسبوا هادشي اللي عندنا. الفورمول هي كالتالي، كنهزوا هاد البوا ديالي انايا و كنضربوه في 2.2. غتقولوا لي علاش كنضربوه في 2.2؟ لان الفورمول باش كنحولوا الكيلو، واحد كيلو كيساوي 2.2 باوند. باوند هما الوحدات باش كيعبروا في امريكان، و المهم في امريكا الشماليه اون جينيرال. انا دابا غادي نحسب شحال عندي من باوند، عاد من بعد غادي نشرح لكم كيفاش كنديروا. نحسب في التليفون عندي. اوكي دونك فيا 68 كيلو مربع زوج فاصله جوج كتعطيني 189.2. دونك 189
189.2 كنضربها في 14 ولا 16 غادي يخرج لينا واحد الريزولت هنايا غادي نحسبوها نشوفوا شحال دونك دري تسولوني حنا منين جبنا 14 منين جبنا 16 هذيك دونك غنشرح لكم انا دابا خرجوا لي جوج نتائج خرجت لي النتيجه الاولى اللي هي 2648 كالوري وخرجت لي النتيجه الثانيه اللي هي 3027 سعره حراريه دابا خصنا نعرف اشنو واحد فيهم اللي صحيح في هاد الجوج دونك كيفاش كنعرفوا القضيه سهله 14 غتختاروه الا كنتو ما كتحركوش بزاف يعني كدوز النهار ديك تقريبا جالس المهم ما كتحركش بزاف يعني بلي بار ديال الوقت ديك كتكون جالس ولا تمشيتي كتمشى غير شويه الو هذا مول 16 هذا كيكون كيتحرك بزاف سواء كي مثلا الخدمه ديالو تكون فيها كيتمشى بزاف سواء فريمون هو اكتيف يعني قدام شي خدمه اللي كيهز فيها الثقل بزاف يعني ديما خدام الميسكل ديالو خدام والكور ديالو ديما امارش هو اللي تيختار نيفو 16 انا كيما كتعرفوا الحياه ديالي ماشي شي حياه اكتيف بزاف يعني وانا تنفضل نختار 14 كندير راسي بحال لا ما كنتحركش نهائيا علاش كنربح كالوريز لحقاش الا غنخدم بهذا الرقم هذا غادي نسي شي بالزربه على الا اختاريت هذا الرقم هذا دونك انا الدراري غنختار 14 وكنصحكم كاملكم حتى نتوما تاخذوا 14 ابار الا كان شي واحد فيكم فريمون كيدوز النهار ديالو في المشيه كيتمشى بزاف ولا كيدوز النهار ديالو المهم لا يحسن الاوان في الخدمه ولا شي حاجه اللي كيضيع فيها تاع الانرجي دونك دابا انا غنختار هذا النيميرو هذا وغادي نوريكم كيفاش كنديروا واحد القضيه هنايا كيفاش غنعبر هذا هو الرقم ديال السعره الحراريه اللي الا دخلته كل نهار ما غنزيدش في هذا البوا ديالي مثلا كيلو ولا سنتيمتر يعني الا كندخل 2648 سعره حراريه البوا ديالي غيبقى ديما في 86 كيلو ولكن انا باغي نسيشي يعني باغي له ديك الشحمه الزايده دونك شنو كندير هذا الرقم هذا كنهز هذا الرقم هذا وتنقص منه 500 كي سعره حراريه يعني كتولي عندي 2148 سعره حراريه دونك هذا هو الرقم ديالي دونك الدراري هذا هو الرقم ديال السعره الحراريه اللي غنبدا به الريجيم ديالي يعني خصني من غدا مثلا غنولي ما كندخلش 2648 غنولي كندخل 2148 الدراري دونك دابا سالينا مع المينتونس يعني مع اول حاجه اللي بنا عليها في الاول دابا سالينا مع هذه دابا غندوزو البروتين والفاتس يعني كيفاش غادي نحسبوهم وغادي نعرفوا شحال خصنا ندخلو في النهار دونك غنبداو نحسبوا البروتين دونك البروتين ديالنا كاينين بزاف ديال الطرق صراحه كيفاش كنحسبوه كاينين اللي كيقول لك خصك فوكيجي معنا فوكيجي الله يرضي عليك انا صراحه ما بغيتش نعقد لكم بزاف الفيديو وغادي نديرو الطريقه اللي كتخدم تقريبا مع البلوبار ديال الناس يعني غنحسبوها بالبوا لفكر عقلتو انا كانت فيا 68 كيلو يعني الى حولناها للباوند خرجت لينا 198.2 باوند يعني نبغيكم تهزوا تنتوما الكيلو الوزن ديالكم بالكيلوغرام وتضربوه في 2.2 وغادي يخرج لكم واحد الرقم هذاك الرقم تنهزوه وتنحطوه هنايا في الحاله ديالي انايا هو 189.2 وكنضربوه في 0.75 ولا حتى 1.25 دونك هنا غادي يخرج لينا واحد النتيجه دونك انا هزو كالكولاتريس وغادي نحسبو القضيه عندي شحال تخرج دونك كيما في السعره الحراريه عندنا جوج ديال الارقام وخصكم تعرفوا شكون اللي خدام لكم وشكون اللي ما خدامش دونك انا رسمو عاوتاني هنا نشرح لكم كلشي دونك رسمو عاوتاني هنايا كما كتشوفوا في الريجيم ديما كنلقاو عندنا بزاف ديال الحالات كتلقى مثلا هذه الحاله هذه وكتلقى هذه الحاله وكتلقى هذه الحاله هذه علاش الكوتش ضروري خصو يكون كل واحد لحقاش البليبار ديال الناس ما كيعرفوش هما اش من حاله يقدر غير يعرف مثلا البروتين يقدر يعرف البوا ديالو يقدر يعرف الطول ديالو ولكن ما غاديش يعرف واش خصو يضرب البوا ديالو في هذا الرقم واش خصو يضرب البوا ديالو في هذا الرقم ما كيعرفش راسو مزيان
الكوتش ديالك عنده اكسبيريونس كيعرف هاد الحوايج هادو, يعني هو غادي يعاونك بطريقه بديهيه. دونك هنا غنكتبوا فيها 0.75 وهنا غنديروا فيه 1 ملي غرام 1 ديال البر, وهنا غنديروا 1.25. دونك خصكم تعرفوا هنا شكون اللي خصو يضرب البوا ديالو في 0.75. الصراحه انا ماشي فان ديال البروتين, انا في لا بريز دو ماس ديالي ما كناخذش بزاف ديال البروتين. البروتين ديالي كنطلعو فحال وحده فاش كنكون كنسيشي, يعني فاش كنكون باغي نسيشي نشف, وفي ليطاج الاخر يعني في ليطاب الاخر ستاج الاخر على فاش كنقص الكاربز بزاف وتيخصو على الحراره ما يطيحوش. هذيك هي الحاله الوحيده اللي كنطلع فيها البروتين. دونك انا كنصح نوريكم الحالات اللي غتدخلوا فيه بروتين هابط, الحالات اللي غتدخلوا فيه بروتين بين وبين, والحالات اللي خصكم تطلعوا فيه البروتين, يعني بنادم اللي خصو يدخل بزاف ديال البروتين. دابا غادي نناقش الحالات كلهم. الحالة الاولى الا كنتي غليظ, مثلا شي واحد كان غليظ الدراري كيجيكم اللغه العربيه ديالي, انا الصراحه شحال هادي بكتب بالعربيه واش لقيت شحال من عام دابا كلشي 7 سنين ولا 8 سنين مكتبش في اللغه العربيه, يعني اسمحوا لي الدراري الوجيني. المهم كنتي غليظ خصك ضرب البو ديالك في 0.75. كاين حالات اخرى ما غادي نناقشهم دابا. شوف هنا شنو كيعني به, كيعني به اي واحد سواء جديد في لاصال, يعني ما عندوش لا ماس ميسكولي بزاف, ما عندوش النسبه ديال العضلي, ما عندوش كتله عضليه كثيره, هذاك الانسان هو اللي خصو يضرب البو ديالو في 0.75 غرام. الا كنتي ما كتشوفش لي زابط ديالك, يعني عندك الشحمه طالعه بزاف, انت كاين في هذه الخانه هذه. في هذه الخانه هذه شكون كاين؟ هذاك الانسان اللي قريبا كيكون عادي, اش بان لكم مزيان كتبناها مزيان, تيكون كيشوف لي زابط ديالو, يعني لي زابط تيكونوا باينين, كيكون كيتريني مثلا مده طويله, مثلا كتلقى عنده مثلا عام هو كيتريني, يعني عنده شويه ديال الميوسكل ماشي بزاف ولكن كاين شويه, يعني بنادم صافا, يعني بالنسبه للشحمه كتكون تقريبا قل من 20% ديال الدهون. الا كنتي قل من 20% حنا نكتبو بلس الدهون. دونك الا كنتي عادي عندك لي زابط ديالك كتشوفهم تقريبا وكنتي قل من 20% بالنسبه ديال الدهون, كيخصك تضرب البوا ديالك. هاد الناس هاد الرقم هذا ديال اللي خرج لكم كيف وريتكم كيفاش كنحسبوه, هذا الرقم كتضربو في واحد, واحد غتكون هنايا غير ما كتبتهاش لحقاش عندو عليها من بعد. دونك هنا ندوزو للخانة الاخرى, شكون كياخد هنايا؟ هنا فاش كتكون ناشف, هنا فاش كتكون ناشف بزاف لي زابطو ديالك باينين بزاف, يعني النسبة ديالك قل من 10%, يعني فاش كتكون وغالبا هاد النسبة هادي كتكون في الاخر ديال نسبة النشاف, يعني فاش كتكون قربتي تسالي الريجين ديالك, يعني دخلتي فيه غادي. ممكن صراحة نبداو بحال هكذا, يعني كنبداو هكذا ما حد الريجين كي ما حدنا كندخلو في الريجين, ما حدنا كنطلعو في البروتين, حيت نورمالمون هادشي تيوقع. صور غادي نرسم هنايا بحال ممكن مثلا نبداو الستاج ديالنا مثلا النهار الاول نبداو هكذا, وغنبقاو غاديين وكنطلعو في نسبة البروتين كوم صافي. في الاخر غتلقاو راسكم وصلتو لنسبة عالية للبروتين, لان فريمون وليتو غتنشفو والنسبة ديال الدهون ديالكم غادي كتهبط اكثر من القياس. دابا غندوزو للحالة الاخرى اللي هي الدهون, خصنا نحسبو الدهون ديالنا. ما دويتش على الحاجة فكرتها دابا. دونك الدراري انا مازال معمرتش هاد الخانة هادي. دونك انا غناخد هاد النسبة هادي غنضربها في واحد, الجرامات ديالي غنضربهم في واحد غيعطيني تقريبا 190 غرام ديال البروتين النهار ديالي وليد. دونك هادي بالنسبة للبروتين باش غنبدا هي 190, هي هنايا غنبقى نبدا ب 190 غرام ديال البروتين, وما حدني غادي ما حد الكارديو. نسيت قلت لكم هنايا الكارديو كيتزاد, هنا الكارديو كيبدا كنوليو كنترينيو 6 فوا بار سيمين, يعني القضيه فريمون كتحماض. كنطلعوا لونطريمون ديالنا كنطلعوا لانتونسيتي, كنوليو نخدموا مده طويله, تنوليو تخدموا سيريات طوال, كنوليو كنديروا سوبر سيت دروب سيت, تنهزوا الثقيل, يعني كنحاولوا نجهدوا راسنا الماكسيموم باش نحرقوا الماكسيموم ديال الدهون. والصراحه هنا فاش كنطلع البروتين ديالي لهذا الرقم هذا
ولكن هذا الرقم ما كان فوتوش مازال، يعني 2236 غرام ديال البروتين. والمهم يعني البو ديالي كانوا اللي كنضربوا في هذا الرقم، هذا هذاك هو الماكسيموم. انا الصراحه ما كنشوفش شي واحد اللي غيهز اللي غادي يقصي مثلا نسبه اكثر من هذه ديال البروتين، غتكون غير ضايعه وما كاينش لاش. دونك دابا غتعرفوا كل رقم شنو هما الخواص اللي خصك توفر فيكم والشروط اللي خصكم توفر فيكم باش تخدموا به. دابا ندوزو للدهون بطريقه سهله. اوكي كاينين ساعات وضحنا. دونك الدهون كيفاش نحسبوه؟ الدهون حتى هما عندهم سيستيم باش تحسب. دونك الفورمول اللي عندنا هنايا باش كنحسبوا الدهون هي كالتالي، يعني البو ديالي مره اخرى هو 68 كيلو، نحولوها الباوند هو 189.2 باوند. دونك هنايا كتهزوا البو ديالكم الدراري وكتضربوه في 2.2 كيخرج لك واحد الرقم. هذاك الرقم اللي في الحالة ديالي انا هو 189.2، كنضربوه يا اما في 0.3 ولا في 0.4. دونك تسولوني عاوتاني منين جات 0.3 ومنين جات 0.4. دونك الدراري كما العاده دابا تكون ولفتوا القضيه هذه، هاد السطر ديما كنرسمو لكم في كل تصويره. هنايا غنكتبو عاوتاني 0.3، نديرو في الوسط 0.35، وهنا نديرو 0.4. دونك شكون هما الناس اللي غياخذوا نسبه اقل من الدهون؟ دونك هذا السؤال هذا غنسولكم فاس وانتم خاصكم تجاوبوني، ولكن ما تضحكوش على راسكم. يعني الدراري راه نطلب منكم فاش كتبغي تصاوب مثلا ريجيم راسك، راه هادو هما الحوايج اللي ما خصكش تفلي على راسك فيهم. يعني السؤال غادي يكون واضح وجاوبوه بصراحه، وكاين اللي ما يقدر يبان ليه، كاين اللي ما يقدرش يجاوب، ولكن يفكر شويه تبت وغتلقى الجواب. الا سولتك قلت لك اما احسن امتى كتحس براسك مزيان، امتى كتحس براسك عندك انرجي، فاش كتاكل الكاربز ولا فاش كتاكل الفات. بحال انا ما نكتبش عليكم، كنحس براسي فاش كناكل الفات احسن من فاش كناكل الكاربز. يعني الانرجي اللي كتجيني من الفات، اول حاجه كناكل غير شويه ديال الفات كنشبع، كنبقى كنحس بواحد الشبع عندي في الكرش ديالي، والانرجي كتكون عندي لمده طويله، كنحس بها لمده طويله. هذه حاجه. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، اشنو كيعجبكم تاكلوا؟ يعني الحوايج اللي كتمتعوا بهم تاكلوهم، واش الدهون ولا الكاربس؟ دونك الا كنتو عز عليكم الكاربس، يعني كتبغيو الكاربس، فغتضربوا البو ديالكم مضروب في 2.2 غتضربوه في 0.3. الا كنتي ما مسوقش يعني بحال كتضربو في 0.35، ولكن انتي عزيز عليك الفات يعني كتموت على الفات، راه غتاخد بيان سير 0.4. دونك انايا كيما كتعرفوني خصني نحسب لكم شحال ديال الفات خصني ندخل في الدايت ديالي. دونك انا غادي نحسبو غير بطريقة خفيفة ونحسب. دونك هنا الدراري كيما شرحت لكم عندنا بزاف ديال النساب، ولكن ما كنعرفوش شكون اللي غنستعملوا. الا كنتو عزيز عليكم الدراري تاكلوا الروز، تاكلوا الخبز، تاكلوا لي بات، تاكلوا بطاطا، يعني الكاربز هو اللي كيرطب لكم الروح، راكم غتاخذوا مثلا هاد النسبه هادي. الا كنتي ما مسوقش بحال ما عندكش اشكال، خذ لك هاد النسبه هادي. ولا كنتي كيعجبك مثلا زيت العود، كيعجبك الافوكا بزاف، كنتي يعني كيعجبك تاكل الدهون الصحيه، راه غتاخذ النسبه هذه. انا صراحه ما نكذبش عليكم، انا فان ديال الدهون، وغادي ناخذ تقريبا هذه النسبه هذه. دونك انايا غادي ناخذ 67 غرام ديال الفات، غادي نعلمها. دونك الدراري راه الهدف ديالي من الفيديو هذه بغيتكم تتبعوا معايا وتكتبوا معايا مثلا نفس الحوايج اللي كندير هنا، بدلوا غير الارقام ديالكم، يعني البلاصه البوا
ديالكم حطوا البوا ديالكم وحسبوا درتوا حساب. بغيتكم تتبعوا معايا مثلا كل حاجه كنديرها كل بوا كنديروا باش في الاخر غنخرجوا في واحد الريجيم نقاد ومصاوب. دونك دابا سينا مع الفات. دابا غندوزوا لاهم حاجه اللي هي الكاربز. الكاربز هو الصاج الاخر اللي كنحسبوا هنايا. دريت سمحوا لي على العربيه هذيك هذا شحال ديما كتب العربيه هذه كارثه. دونك اول حاجه غادي نحسبوها هنايا غادي نربطوا ليها البال هو بروتين الدراري فيه 4 ديال الكالوريز. يعني كل غرام واحد ديال البروتين راه فيه 4 ديال السعرات الحراريه. الفات الدراري فيها 9 ديال السعرات الحراريه في كل غرام واحد. يعني غرام ديال بروتين فيه 4 غرام ديال الفات فيه 9 سعرات حراريه وغرام ديال الكارب فيه 4 ديال السعرات الحراريه. الكول انا ما نكتبوش لحقاش ما عندنا ما ديال الكول. الكول حتى هو راه ماكرو وكل غرام واحد فيه 12 سعره حراريه كما شنقش حاجه. دونك هادي وهادو قواعد خصكم كاملكم تعرفوهم وهما اللي غادي يعاونونا باش نلقاو مثلا النيميرو ديال الكاربس اللي خصنا ناكلو في النهار. دونك هنايا هذه غير القاعده حاولوا تعقلوا عليها. اللي ما كانش واحد فيكم عارفها انا كنقول واقيلا البلو بار دابا كيعرفوها القضيه هذه لحقاش لاباز ديال هاد الدومين هذا اللي كنترينو فيه اللي كان هاد الدومين ديالنا. دونك دري هنايا قبل ما نحسبوا هادشي كامل خصنا نعرف شحال ديال السعرات الحراريه اللي عندي. دونك الكالوريز ديالي و البروتين ديالي و الفات ديالي هادو هما الحوايج اللي حسبت اليوم. يعني الفات حسبت فيه 76 غرام ديال الفات. البروتين كنت حسبت فيه 190 غرام و السعرات الحراريه الى عقلت مزيان 2100. صبر ما خاسرين والو حنايا دونك الدراري غادي نهزو هنا غنشوفو شحال بروتين كيسوا من سعرة حرارية. يعني هنا راه تكونو ديجا فهمتو شنو القاعدة اللي غندير. هدا غنضربو في 4 و هدا غنضربو في 9 غنشوفو شحال غادي يخرج لينا هنايا. كيما العادة كالكولاتريس ان ذا هاوس صوبينا عاوتاني. دونك 190 ضرب 4 هي 30 سعرة حرارية. دونك الدراري هنا غتكونوا فهمتوا البلان اللي غنديروا من بعد. يعني غنشدوا السعرات الحراريه التوتال وغادي نقصوا منهم هذا الشيء هذا وغادي يخرج لينا مثلا واحد النسبه ونعبروها ثاني ما خسرين والو. يعني عندي 2000 خرجت لي 1388 وغادي نقص منها عاوتاني 684 خرجت لي 704. هذيك 704 شنو هي؟ 704 شحال ديال الكالوريز كاينه في كل غرام واحد ديال الكاربس هي 4. دونك هذا الرقم هذا غنهزو و كنقسمو على 4 و تيخرج لي واحد النيميرو. هذاك النيميرو الدراري راه كما هنا في الحاله ديالي انايا هو 176. هذاك 176 غادي يكون هو الكاربس اللي خصني ندخل في النهار. دونك يقدر يبان لكم هذا النيميرو هذا شويه هابط ولكن راه حيت طلعت الفات كل خديت الفات قليل نقدر نقص من الفات ونطلع فات نقدر نلعب بهم كاملين صراحه. غير هو في المحد السيش كندخلوا فيه بزاف ما حد كنصح بان البروتين يبقى ديما طالع ولا ما يبقاش نبدلو بزاف. نقدروا نلعبوا بهاد الجوج هادو نقدروا نلعبوا بالفات ونقدروا نلعبوا بالدهون وبالكاربس. بروتين احسن ما نقيسوش نخليه طالع باش ما نهدموش بزاف ديال لي ميسكل حيت في الساج صراحه بالانسان ناتوريل الى غايتي الشيك وغايتي الكارديو وغيبقى تريني مثلا انتونس و شي فوا بار سيمين راه صعيب عليه بزاف انه يحافظ على الكتله العضليه ديالو. دونك دري دابا حسبنا القضيه ديالي حسبنا البروتين ديالنا حسبنا الفات ديالنا وحسبنا الكاربس. دابا نمشيو للموضوع المهم اللي هو كيفاش غنتراكيو. يعني كل سيمانه البوا بقيت بدل مثلا نفرض
الا كنا غاديين بهذا السيستيم هذا نقدروا نقصوا من 300 غرام حتى الكيلو السيمانه، يعني تقريبا كيلو هذا الشيء الا كنت كنحرقوه بطريقه منتظمه. يعني السيمانه الجايه هنا غنوليو مثلا 85، هنا نقول مثلا 84. فهاد السيمانه هذه الثالثه 84 كيلو، يعني لحد 2 كيلوات. راه هاد السعرات الحراريه اللي حسبت النهار الاول راه غيتبدلوا. علاش غيتبدل؟ حيت البوا ديالي تبدل. يعني شنو كنوليو كنديروا؟ سواء كنحسبوا هادشي ازيرو ثاني، ولا كنوليو كننقصوا غير من الكاربز اللي عندنا. بحال مثلا انا 48 كيلو، وفي السيمانه الرابعه ولات فيا 48 كيلو عاوتاني، دوك السيمانه بقى فيها نفس البوا. دونك الكور ديالي عندي جوج حلول هنايا. الحل الاول يا اما نقص من الكاربز ونكمل، يا اما نطلع من الكارديو. هنا كي هنا كنشوفوا الوقت امتى خصنا نطلعوا من الكارديو. بحال نفرض كنت كندير انا مثلا 20 دقيقه 3 فوا بار سيمين، عندي لو شوا، يا اما ندير نطلع ديك من 20 دقيقه 30 دقيقه 3 فوا بار سيمين، يا اما غنولي كندير 20 دقيقه ديال الكارديو 4 فوا ولا 5 فوا بار سيمين. يعني هاد جوج الحوايج اللي درتهم كنضمن بان البو ديالي ما غيبقاش مبلوكي ليا 84 كيلو، وانما غادي يهبط سواء 83 او لا ميم 82 كيلو. وبما ان البو كيهبط عاوتاني راه غيتبلوكا ليا عاوتاني، وغادي خصني اشنو ندير؟ خاصني يا اما نهبط الكاربز يا اما نزيد من الكارديو. وتنبقاو غاديين بحال هكذا، البو تيهبط الكاربز تيهبطو والكارديو تيطلع، تنبقاو غاديين بحال هكذا. يعني غتفهموا دابا البلان كيفاش خدام. ما حد الريجيم غادي، ما حد الدايت غادي، ما حدنا كنهبطو من السعرة الحرارية، تنهبطو من الكاربز، تنطلعو من الكارديو، والبروتين تا هو تيطلع. صافي ساهلة القضية. يعني البروتين ديالنا تيبقى تيطلع، والكاربز كيهبط، و الكارديو كيطلع. دونك الدراري نتمنى هاد الفيديو هادي ما تكونش طويله بزاف، ولكن الهدف ديالي هو انكم تعلموا كيفاش تصاوبوا الماكروات ديالكم، تعرفوا شحال خاصكم ديال البروتين بالضبط. هاد الشيء هذا اللي طبقتوه غتولي كتفهم الكور ديالك شحال خاصو بالضبط ديال البروتين ديال الفاتس وديال الكاربس. ولا طبقتوا هاد الشيء مثلا في شي ريجيم، انا كنوعدكم بان الريزلت ديالكم غادي يكونوا مزيانين. دونك الدراري الا بغيتوني ندير لكم نفس الطريقه نحسبوا بها البريز دو ماس، وكيفاش كنتعاملوا مع البريز دو ماس، كيفاش كنتحكموا الكربوهيدرات، كيفاش كنطلعوهم وكيفاش كنهبطوهم، خليو لي في سبوت كومونتير كيفاش جاتكم الفيديو، واش بغيتوا تشوفوا الفيرسيون ديال البريز دو ماس. دونك هذا هو الدراري، الا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، تابونا على لاشين الا كنتو اول مره هنايا، وخليو لي في سبوت كومونتير كيفاش جاتكم هذه الفيديو هذه، ونشوفكم في الفيديو الجاي. بيس. If all we have is time, then we'll be alright. It's not much, but it's better than nothing.